بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس. البخاري رحمه الله لما ذكر أوقات الصلاة ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصلوات النوافل التي يتطوع بها ويتقرب بها إلى الله عز وجل، بعد بعض الصلوات أو بعد أداء بعض الصلوات وهما العصر والفجر إلى طلوع الشمس وإلى غروبها، وكذلك ما كان متصلا بالظهر وهو نصف النهار الذي يكون فيه تكون الشمس على الرؤوس لم يحصل الفيء والميل إلى الجهة الأخرى. والأوقات هي خمسة، يعني وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة، واثنين من الأوقات القصيرة متصل بالوقتين الطويلين، متصل بالوقتين الطويلين، فيكون من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، إلى ارتفاع الشمس، ومن غروب من صلاة العصر ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، فيكون يعني هذه الأوقات يعني وقتان مطولان ووقتان قصيران متصلان بالوقتين الطويلين، وهما في النهاية عند الغروب وعند الطلوع، ويضاف إليهما عند قيام الشمس في وسط النهار الذي هو متصل بوقت صلاة الظهر. فذكر الأحاديث التي تتعلق بهذه الأوقات، وذكر أنه لا يتحرى ولا يجوز الإنسان أنه يقدم إلى الصلوات النوافل عند في ذلك الوقت الذي هو عند الغروب وعند الطلوع. أما ما يتعلق بالفرض حيث يكون الإنسان عليه صلاة الفجر وقد نام واستيقظ قرب الطلوع، فإنه سبق من ربنا أن من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى ويكون بذلك أدرك الوقت. ومثل ذلك من أدرك من وقت صلاة العصر قبل الغروب مقدار ركعة فإنه يأتي بها ويضيف إليها أخرى بعد الغروب ويكون بذلك مدركا للوقت. أما أن يتنفل في الوقتين الطويلين أو في الأوقات الثلاثة التي هي قصيرة وفيها اثنان متصلان بالوقتين الطويلين وواحد غير متصل وإنما هو متصل بوقت صلاة الظهر
متقدما عليها، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء من ذلك. وقد جاء في الحديث صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة أوقات نهينا عن الصلاة فيها، وأن ندفن موتانا، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها. ثم ذكر هذا الحديث عن إيش قال؟ عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنه عند طلوعها وعند غروبها لا يتنفل ولا يتقرب إلى الله عز وجل، يعني بشيء بالصلاة في هذين الوقتين، وكذلك أيضا ما قبلهما من الأوقات من الوقفين الطويلين، إلا ما استثني من قضاء الفوائد، وكذلك صلاة الكسوف، وكذلك صلاة الكسوف وصلاة الجنازة، وكذلك تحية المسجد، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فهذه الأوقات لا يتنفل فيها، وقد جاء النهي في هذا الحديث عن تحري الصلاة وقصد الصلاة عند الطلوع وعند الغروب، أي في الوقفين القصيرين اللذين هما عند الغروب وعند الطلوع. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، يعني حتى تخرج وترتفع، فيكون بذلك اجتمع الوقتان القصير والطويل، اجتمع الوقتان القصير والطويل بقوله ترتفع، يعني فيه امتداد. وكذلك بالنسبة للمغرب ليس للإنسان أن يصلي بعد العصر يعني بعد صلاة العصر ولا عند الغروب، ولا عند الغروب، فهذان وقتان طويلان اتصل بهما وقتان قصيران عند الطلوع وعند الغروب، وكل منهما لا يتنفل فيه. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. نعم. عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن صالح عن ابن شهاب. صالح بن كيسان. عن عطاء بن يزيد الجندعي. عطاء بن يزيد الجندعي هو عطاء بن يزيد الليثي، ومشهور بالنسبة الليثي، والجندعي يعني نسبة خاصة، لأن الليثي نسبة عامة وتلك خاصة، وهو ليثي ثم جندعي، يعني أنه يعني في الأصل القبيلة الكبيرة ثم الفرع المتفرع منها، وهذا غير مشهور الذي هو الجندعي بهذا اللقب أو بهذا النسبة، وإنما هو مشهور بعطاء بن يزيد الليثي، وليس في الكتب الستة من يسمى عطاء بن يزيد إلا عطاء بن يزيد الليثي. وفي التقريب ما ذكر هذه النسبة، ولكنه ذكرها في تهذيب التهذيب، فقال الليثي ثم الجندعي. عن أبي سعيد الخدري. نعم. يقول قال حافظ بن حجر في الفتح دل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما، فهل نفهم من كلامه أن الوقت من العصر إلى المغرب ليس كله وقت نهي؟ لا، لأنه الآن الكلام متصل بالصلاة، فإن الصلاة إذا أديت يعني يكون الامتناع عما قبل أن تؤدى، قبل أن يؤديها الإنسان يعتبر ما صلى العصر، فلا يكون ممنوعا من الصلاة، وإنما يكون ممنوعا من الصلاة إذا وجد من الصلاة. فلو أن إنسانا ما صلى صلاة في أول وقتها، ولكنه صلاها
في أثناء وقتها، فإنما قبل ذلك له أن يصلي لأن ما يعتبر صلى، لأن هذا تابع يعني يتعلق به، يعني بعد أن يصلي وتوجد منه الصلاة ليس له، وليس المقصود أنه من أول وقت أنه ما يصلي، وإنما لا يصلي بعد الصلاة. وإذا قال لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، يعني بعد صلاة العصر، وليس المقصود بعد دخول الوقت. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه أنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. ثم ذكر هذا ليش ترجمة؟ نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه أنه قال إنكم تصلون صلاة صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يصلونها وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركعتين بعد العصر، عن ركعتين بعد العصر يعني التنفل بعد صلاة العصر، فهو مثل قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا يتنفل. وقد جاء في أحاديث يذكر المصنف بعضا منها وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد العصر، كان يصلي ركعتين بعد العصر، وجاء في بعض الروايات أنه كان شغل عن أداء النافلة بعد الظهر وهما الركعتان، وشغل جاءه وفد وشغلوه، ثم إنه لما صلى العصر أتى بهاتين الركعتين ثم استمر على تلك على أداء تلك الركعتين، ثم استمر. وجاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، لكن الأحاديث التي جاءت في النهي عن الصلاة بعد العصر وكذلك يعني ما جاء مما يدل على أن هذا خاص به، وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله أخرج في مسنده حديثا بإسناده يعني إلى بإسناده وأن أن أن أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر من حديث سلمة، فقالت أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فدل هذا على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والحديث مسند الإمام أحمد ورجاله ثقات، وإنما تكلم فيه من جهة أن أحد رواة الثقات يعني رواه غيره من الثقات ولم يأتوا بالزيادة التي هي قوله، فسألت فقلت أصليهما إذا فاتتا؟ قال لا. أصليهما إذا فاتتا؟ قال لا. وهذه تعتبر زيادة من ثقة، فهي تكون مقبولة، وهي بمثابة الحديث المستقل، وهي بمثابة الحديث المستقل. وقد ذكر ابن رجب أن إسناده جيد، وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على الفتح بأنه إسناده جيد، وأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتنفل أحد يقوم يصلي بعد العصر إلا ما استثني فيما يتعلق بصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وكذلك صلاة تحية المسجد على خلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن أبان. محمد بن أبان جاء فيه اثنان، وسطي وبلخي، وكل منهما حجة. وإذا دار الأمر بين شخصين ثقتين أو من يحتج بهما فذلك لا يؤثر. نعم. عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي. نعم. عن حمران بن أبان. نعم. عن معاوية. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. والحديث سبق أن مر وهو مشتمل على بيعتين ولبستين وصلاتين، وهنا ذكره مختصرا على الصلاتين، ذكره هنا مختصرا على الصلاتين. وقد سبق أن مر من طريقين أو في بابين فيه ذكر الأمور الثلاثة التي هي النهي عن صلاتين وعن لبستين وعن بيعتين، وقد مر بنا هذا في أحد المواضع في الدرس الماضي، وموضع آخر متقدم قبل ذلك. وهنا أورد الحديث ولكنه مختصر مقتصرا فيه على الصلاتين، النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والنهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قال حدثنا محمد بن سلام عن عبده بن سليمان عن عبيد الله بن عمر العمري عن خبيب خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم وهو جد الذي تقدم وهو عبيد الله بن عمر عن أبي هريرة. يقول ما حكم سجود التلاوة وسجود الشكر في أوقات النهي؟ يعني هذه كما هو معلوم هي من ذوات الأسباب، وأيضا يعني سجود التلاوة وسجود الشكر ليس من جنس الصلوات التي يشترط لها الطهارة، فإنه يجوز أن يكون السجود للتلاوة وللشكر بدون طهارة. يقول هل يمكن أن نقول أن أوقات النهي ستة، الخمسة التي ذكرتموها والسادس بعد طلوع الفجر إلى الصلاة لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر؟ نعم، يعني هذا بس يعني هذه التي هي بعدية، وأما بالنسبة لهذا ما عدوه، ولكنه لا شك أنه يعني الإنسان يقتصر فيه على ركعته، ما عد من الأوقات التي يعني حصل فيها النهي ولا هي أوقات النهي، وإنما الإنسان لا يصلي بعد طلوع الفجر وبعد الأذان إلا ركعته. عند أبي داود وهاتان الركعتان أفضل صلاة التطوع يعني مع الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما لا في الحضر ولا في السفر، فركعة الفجر لهما ميزة على غيرها على غيرهما، وهما أفضل التطوع يعني أفضل الرواتب، ولا وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في حضر ولا في سفر، وكذلك الوتر ما كان يتركه لا في حضن ولا في سفر. عند أبي داود والنسائي بإسناد حسنه الحافظ قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر ولا بعد الصبح إلا أن تكون الشمس نقية. يعني الأحاديث الكثيرة التي ليس فيها هذا التقييد يعني دالة على منع الصلاة يعني في هذه الأوقات. وعلى ماذا يحمل؟ يعني يحمل على أن تلك الحديث الأخرى مقدمة عليه اللي في الصحيحين وفي غيرهما. قال رحمه الله تعالى باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. أحد الصحابي عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون،
لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. ثم ذكر هذا الحديث باب إيش؟ من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. وذكر حديث ابن عمر أنه قال صلي كما كان أصحابي يصلون. فالمقصود بأصحابه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنها لا تمنع أو تكره الصلاة في أي وقت من ليل أو نهار إلا في هذين الوقتين، وهما عند طلوع الشمس وغروبها، وما اتصل بهما قبلهما من الوقتين الطويلين. قال باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. يعني في ذلك أحاديث، وقد سبق مرت هذه الأحاديث، ولكنه هنا أشار إليها إشارة، وإلا فإنها عنده مسندة وقد تقدمت. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. قال حافظ بن حجر آثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف، حيث قال من لم يرى، ما قال يعني باب كذا، يعني حتى يعني يفهم أنه كلامه وأنه رأيه. ثم قال وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس. وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه. نعم، لأن الحديث هذا الذي فيه الاستواء هو حديث عقبة بن عامر، وهو في صحيح مسلم، مشتمل على الأمور الثلاثة، يعني نهاها ثلاثة أوقات. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهما وندفن موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند غروبها، وعند قيامها حتى تزول. ولأجل هذا جاءت أسئلة قضية الصلاة يوم الجمعة، بعض من يتنفل. لا، صلاة الجمعة هذه يعني لا يمتنع الإنسان يصلي، إذا دخل المسجد فإنه يصلي إلى أن يدخل الإمام له. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يصلون، يعني ما أرادوا أن يصلوا، ومنهم من يكثر الصلاة ومنهم يقلل الصلاة، ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، يعني يقومون إلا للصلاة، يعني يصلون ما شاءوا، ويعني يصلون ما شاءوا. وعلى هذا فإن الصلاة في يوم الجمعة في أي وقت يعني يصلي ما شاء، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون، وكان إذا دخل من واحد يصلي، ويعني ولا يمتنعون من الصلاة قبل صلاة الجمعة. ثم هذا الوقت قصير جدا، يعني قصير جدا، ليس من الأوقات الطويلة. نعم، في أسئلة عن تقديري، هل له تقدير بالساعات أو الدقائق أو والله يعني ما لا، هو قصير جدا. قال رحمه الله تعالى باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وذكر عنهم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها ركعتين بعد العصر، وقال إن وفد بني عبد القيس شغلوني عن الصلاة عن ركعتين بعد الظهر، فيعني فهذا الذي صلى بعد العصر هو قضاء لتلك الفائتة،
أي الراتبة التي بعد الظهر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على ذلك فصار يصلي باستمرار ركعتين بعد العصر، ويصلي باستمرار لأنه يعني أثبت هذا العمل، وكان إذا عمل شيئا أثبته يعني داوم عليه واستمر. وكما قلت يعني جاء عن الإمام أحمد في مسنده الحديث الذي فيه سؤال أم سلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال فنقضيهما إذا فاتتنا، يعني في هذا الوقت، قال لا، فدل على أنه من خصائصه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب أن يخفف عنهم. ثم ذكر حديث عائشة، ذكر حديث عائشة قالت والذي ذهب به، يعني الذي ذهب به، الذي ذهب بنفسه وروحه وقبضه، يعني تحلف بالله عز وجل الذي ذهب بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، قال ما تركهما، ما تركهما حتى لقي الله، ما تركهما أي الركعتين بعد العصر حتى لقي الله، ما تركهما أي الركعتين بعد العصر حتى لقي الله. وأصلهما الركعتان اللتان قضى بهما ركعتين البعدية للظهر، وأنه شغل عنهما فقضاهما ثم استمر على فعل ركعتين والإتيان بركعتين بعد العصر، وأنه استمر على ذلك، وأنه ما تركهما حتى ثقل، وكان بعد ثقله كثيرا ما يصليهما وهو جالس عليه الصلاة والسلام. مش بعده؟ وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. نعم، كثيرا من صلاته يعني هذه الصلاة يصليها قاعدا. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب أن يخفف عنهم. كان يصلي كما في البيت ولا يصليهما في المسجد حتى لا يثقل على أمته، فيرونه ويشاهدونه ويتبعونه. ولكنه كما عرفنا جاء عنه النهي، وأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وكان يحب أن يخفف على أمته، يعني لا يكون يشرع عليهم شيء يشقهم أو يكلفون بأمور يعني يحصل عليهم فيها مضرة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل خشية أن يفرض، كما حصل في صلاة الليل، صلاة التراويح في رمضان، فإنه صلى بالناس 3 ليالي ثم إنه ترك ولم يخرج على الناس ليصلي بهم، وقال إنه خشي أن يفرض، خشي أن يفرض قيام الليل عليهم، وكان هذا من شفقته ورحمته بأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعدما توفاه الله عز وجل وعرف أن هذا أمر مستحب وأنه لم يفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يفرض، فبقي الاستحباب، فأتى به عمر رضي الله عنه وأحيا هذه السنة. وأبو بكر رضي الله عنه عاش 2 سنة وكان مشغلا بالجيوب بالجهاد وقتال المرتدين، وما حصل في عهده شيء فيما يتعلق بالتراويح، لكن عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد وصاروا يصلون التراويح كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها بأصحابه 3 ليالي في آخر الشهر. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دفين عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه. نعم. عن عائشة
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة رضي الله عنها ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. أهد عن عائشة. عن عائشة قالت ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وهذا مثل الحديث الذي قبله اللي مر أنه كان داوم عليهما ويعني حتى توفاه الله. وهنا يعني عائشة تقول لعروة بن الزبير ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الركعتين عندها قط أو السجدتين عندها قط، يعني الركعتين التي كان يأتي بهما بعد العصر. فهذا الحديث مثل الذي قبله أنه قد داوم على ذلك. قال حدثنا مسدد عن يحيى يحيى القطان عن هشام عن أبيه عن عائشة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وفيه ما في الذي قبله فيما يتعلق بالنسبة لصلاة لركعتين بعد العصر، وأنه ما كان يتركهما، وكذلك ما كان يترك الركعتين قبل الفجر. معلوم الركعتين قبل الفجر هذه هي أفضل الرواتب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، وهما له ولأمته. وأما الركعتان بعد العصر فإنها له عليه الصلاة والسلام دون أمته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عائشة قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة بطريقة أخرى وأنه كلما جاء إليها بعد العصر يصلي ركعتين. فكل هذه الحديث عن عائشة كلها تدل على مداومته عليه الصلاة والسلام على هاتين الركعتين. قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن أبي إسحاق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود ومسروق عن عائشة هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مكة لا نهي عنها؟ ما فيه إلا الحديث الذي يا بني عبد مناف لا تترك لا تد... يعني لا تمنعوا أحدا لا تمنعوا أحدا صلى يعني في يعني طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فمن أهل العلم من قال إن هذا قال طاف وصلى يعني أنها تابعة أن ركعة للطواف أنها تابعة للطواف وأنها تصلى في كل وقت. ومن أهل العلم من قال يعني بالصلاة في كل الأوقات، لكن الحديث هذا ذكر طاف وصلى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة رضي الله عنه في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. ثم ذكر باب التبكير بالصلاة في وقت غيم. والحديث سبق أن مر فيما يتعلق بإثم من ترك صلاة العصر، وأورده هنا من أجل الغيم وأن الناس يبكرون فيه وأن لا يتركون يعني من يعني وسواسا أو يعني أو تكلفا أو تنطعا يعني حتى يؤخروا، أو كذلك أيضا
لا يؤخر يعني حتى لا يعني وإن لم يكن تكلفا وتنطعا ووسواسا لئلا يؤدي ذلك التأخير إلى خروج الوقت وإلى فواتها. فالناس إذا غلب على ظنهم دخول الوقت وفي هذا الزمان وفي هذا الوقت الأوقات معروفة في الغيم وغير الغيم يعني بما يعني يسر الله لهم من هذه الساعات التي يعرفون بها الأوقات. نعم. ذكر حديث بريدة قال بكروا، المقصود بالتبكير الاتيان المبادرة، المبادرة وفي الأصل هو البكور في أول الصباح ولكنه يطلق على المبادرة يعني في العمل يعني يقال بكر فيه، وهذا هو من هذا القبيل لأنه لا يختص بصلاة معينة وإنما يراد به الصلاة. قال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك يعني بكروا بالصلاة مطلقة يعني سواء لتكون في أول النهار للفجر أو في غيرها من الصلوات. قال حدثنا معاذ بن فضالة نعم عن هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير نعم عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المليح نعم هو عامر بن أسامة بن عمير الهذلي نعم عن بريدة نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأذان بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال رضي الله عنه أنا أوقظكم، فاضطجعوا وأسند بلال رضي الله عنه ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. ثم ذكر باب الأذان الأذان بعد ذهاب الوقت. باب الأذان بعد ذهاب الوقت يعني إذا ذهب الوقت على أناس وقاموا بعد طلوع الشمس فإنهم يؤذنون عندما يأتون للصلاة صلاة الفجر يحصل لهم الأذان ولو خرج الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فيعني فقال لو عرست يعني أنهم أقاموا أو نزلوا إقامة يعني قصيرة وغالبا تكون في آخر الليل، فقال إنه يخشى أن يناموا إذا عرسوا بعد التعب وبعد النصف في هذا الليل وأنهم إذا نزلوا وهم متعبون منهكون يغلبهم النوم فقد يؤدي ذلك إلى خروج وقت الفجر. فقال بلال رضي الله عنه أنا أوقظكم، يعني معناه أنه يجلس يعني حتى يوقظهم، وقد ناموا واستند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه ونام وهو مستند ليس مضطجع، نام مستندا. وكان الرسول عليه السلام هو أول من استيقظ عندما بدأ حاجب الشمس، يعني عندما طلع بعض الشمس ومقدمها طلع قام عليه الصلاة والسلام فقال أين ما قلت يا بلال، يعني أين كلامك الذي قلت أنك توقظنا، فقال إنه ما ألقي علي نومة مثل هذه، يعني إن حصل له نوم يعني استغرق فيه ما حصل له مثل هذه النومة. ومعلوم أنهم كانوا متعبين كانوا في سير في الليل ونزلوا هذا النزول القصير في آخر الليل فحصل له النوم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء
وردها حيث شاء، يعني قبضها في النوم وردها بعد النوم. وهذا يعني النوم يعني فيه قبض الأرواح، ولهذا جاء في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذا ماتت وجاء الأجل قبض الأرواح ويقبضها في حال النوم، وبعد ذلك يرد ما شاء أن يرده ويقبض ما شاء الله أن يقبضه. فإذا يطلق عليه موت ويطلق عليه وفاة، ولهذا جاء النوم أخ النوم أخ الموت وأهل الجنة لا ينامون. النوم أخ الموت والجنة وأهل الجنة لا ينامون، لأن النوم هو يقال له موت، ويعني هذا لا يحصل لأهل الجنة، لا يحصل لأهل الجنة أنهم ينامون، ولا يحصل لهم الموت مطلقا، لا الكلي ولا الجزئي الذي هو يعني يكون في وقت ثم تكون الحياة بعد ذلك والإفاقة من النوم. إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء، نعم، يعني بالنوم قبضها بالنوم وردها بعد النوم. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، ثم قال قم يا بلال فأذن بالناس بالصلاة، وهذا محل الشاهد، الأذان بعد خروج وقت، يعني وقت الفجر طلوع الشمس، وقد استيقظوا عند طلوعها بعد ما بدأ طلوعها، وبعد ذلك يتهيئون للصلاة واستمروا على ذلك حتى طلعت ارتفع الشمس وبيضت، يعني صارت بيضاء يعني صافية، يعني معناها أنها خرجت ومضى وقت بعد خروجها وكانوا في الاستعداد للصلاة. قم يا بلال فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. ومحل الشاهد كونه أذن بعد خروج الوقت للصلاة الفائتة التي خرجت عن وقتها. يعني هنا الآن أخر الصلاة حتى ارتفعت. لأنه قام وجلسوا ينتظرون يتهيئون للصلاة وارتفع الشمس. لكن هذا التأخير يعني لأجل اجتماعهم واستعدادهم أو لأجل أن ترتفع الشمس وتخرج عن وقت النهي؟ ممكن الاثنين، لأنه ما دام أنه ما حصل الدخول في الصلاة قبل مقدار ركعة فإن ما بعد ذلك لا يدرك به الوقت. قال حدثنا عمران بن ميسرة، نعم، عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن حسين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي قتادة، نعم، عن أبيه رضي الله عنه، نعم، وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري. يقول ما مناسبة هذا الباب في كتاب الصلاة، ألا يناسب كتاب الأذان؟ لا، هو يعني هو أتابه من أجل خروج الوقت، يعني مواقيت الصلاة، هذا مواقيت الصلاة، نعم، مواقيت الصلاة، يعني هو الأذان يكون قبل الصلاة، وأيضا يكون إذا خرج الوقت فإنه أيضا يؤتى به، يعني يتعلق بمواقيت. قال رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس جماعة، يعني بعد، يعني أن ما بعد طلوع الشمس وقت للأذان، يعني حيث فات الوقت، كما أنه وقت للصلاة المقضية فكذلك هو وقت للأذان. والأذان يعني كما هو معلوم يعني إعلام الناس ونداءهم إلى الصلاة وأن يجتمعوا للصلاة. قال رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها،
فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ثم ذكر يعني بعد هذا باب الصلاة، من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه في يعني يوم الخندق، وأن أن أن المشركين شغلوهم حتى غربت الشمس ولم يصلوها، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صلى بهم بعد المغرب، فصلى العصر أولا ثم صلى المغرب، فصلاة المغرب مقضية، وصلاة العشاء وصلاة صلاة العصر مقضية، وصلاة المغرب مؤدات. ويعني فأذن في ذكر الأذان ولا ما فيه؟ لا مش قال. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. صلى العصر بعدما غربت الشمس يعني في غير وقتها قضاء، وصلى بعدها المغرب أداء، وصلى بعدها المغرب أداء. والحديث الذي سبق أن مر يعني يدل على الأذان، وأن أنه يؤذن بعد خروج الوقت. لا لكن الآن أسئلة جاءت، يعني مثلا الآن مساجد تتأخر خاصة صلاة الفجر، بعض المؤذنين يعني ما يفتح المسجد إلا بعشر دقائق ثم يجي أذن في الميكروفون والناس كلها قاعد تصلي سنة الفجر يرتقبون الإقامة، هذا يؤذن الآن. إيش السؤال؟ بعض الناس يتأخر عن أذان الصلاة خاصة صلاة الفجر، فيأتي وقد أذن الناس قبله بعشر دقائق، ويحصل هذا في أذان الفجر، ثم يجي أذن يربك الناس، الناس سمعوا الأذان أمسكوا صلوا صلاة السنة. نعم مثل هذا خاصة فيما يتعلق بالصيام، فإن في هذا تشويش على الناس، وقد يعني يكون بعض الناس يعني يكون قد يبني على هذا، ويكون بعد دخل الصيام بعد ما دخل الوقت. والأصل أن الصيام يكون عند دخول الوقت، وأن الأذان يكون في أول الوقت. والمناسب في مثل هذا أن المؤذن إذا جاء متأخرا أنه يكتفي بأذان المساجد الأخرى، ولا يحصل منه أذان يشوش على الناس به. إذا كان مضى وقت يعني فيه تعذير، فإن المناسب ألا يؤذن في ذلك اليوم أو في ذلك الوقت، يعني حتى لا يصير تشويش، ويكفي الأذان في المساجد الأخرى. نعم. قال حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى. يحيى عن من؟ هشام الدستوي عن يحيى بن أبي كثير. نعم. عن أبي سلمة. نعم. عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. ولم يذكر الأذان هنا في غزوة الخندق، لكن ظاهر سنته أنه يؤذن. هنا لم يذكر الأذان، حديث عمر في غزوة الخندق، فقام إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد مغربت الشمس. بس ما يدل على نفيه. في أذان؟ إيه. أقول ما يدل على نفيه. أقول ليس يدل على نفيه لأنه مسكوت عنه. ما قيل أنه لم يؤذن. لا أنا أقول أخذا من سنته. أخذا من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. الأقرب أنه أذن. نعم. وإن لم يأتي النص. هذا هو الأصل. مثل حديث اللي رأى. هل في الحديث دليل على أنه لا بد من الترتيب في قضاء الفوائد؟ نعم لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب، يعني بين الفائتة والمؤدات كما هنا، لأن في فائتة ومؤدات، العصر فائتة والمغرب مؤدات، أو كذلك عدة فوائد فإنه يرتبها على حسب ترتيبها. الإنسان نام عن عدة صلوات ولم يستيقظ إلا مضى عليه بعد عدة صلوات،
فإنه يرتبها. الحديث الذي قبل صلاة الفجر قال ابن حجر فيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه. إيش؟ فيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه. هنا اللي هو لما الاستيقاظ, يعني الاستيقاظ اللي هو الاستيقاظ, الانتباه يعني الاستيقاظ من النوم والانتباه من النوم. يوسف التأخير هنا يعني الاستعداد ليس تأخيرا مقصودا. لا شك فيه للحاجة, نعم استعداد, وقد يكون أيضا يعني من ناحية الوقت الذي هو الذي هو غروب الشمس الذي يطلع الشمس. لأنه جاء سؤال هنا يقول إذا كنا مجموعة في وصار مثل هذا الوقت, فربما لو انتظرنا الجميع حتى يستعد سيكون هناك وقت طويل, فهل من توضأ واستعد يبدأ بالصلاة ولا ينتظر زملائه؟ والله يعني المناسب أن ينتظروا, أن ينتظروا, وإذا طول أحد منهم ووقت طويل ما في بأس, لكن كونهم ينتظرون ما دام الوقت راح ويعني فكونهم يصلون مع بعض أولى, أولى من كونهم يعني يصلون أوزاع يعني جماعات جماعات. بالنسبة للركعتين بعد العصر, جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها هي كانت تصلي بعد العصر دائما, هي لم تفهم إذا الخصوصية. الذي جاء عن أم سلمة يدل على الخصوصية, يمكن ما بلغها قصة الخندق. هذا إذا ثبت أنها كانت تفعل ذلك, إذا ثبت أنها ذلك يمكن ما بلغها. في الحديث الأخير غزوة الخندق ما صلاها إلا بعد المغرب العصر, هذا ذي أنها كانت لم تنزل لم تشرع صلاة الخوف. لماذا يؤخرها حتى خرج وقتها؟ يعني كان صلاة الخوف صلوها انشغلوا, لكن ما أدري تاريخ يعني مشروعية صلاة الخوف ما أدري متى في أي وقت. يقول إني شخص من الله علي أخيرا بالاستقامة, وكنت قبل لا أصلي, وكنت أعمل في مجال ملابس النساء, خياطة ملابس النساء, وأشارك في المعارض التي كأنها عارضات أزياء متبرجات, واكتسبت مالا من ذلك العمل, هل يجوز لي أن أبني بذلك المال مسجدا؟ أولا كونك حصل لك استقامة هذا هذه نعمة عظيمة من الله عليك, عليك أن تشكر الله على هذه النعمة وأن تحافظ يعني في المستقبل على الاستقامة والالتزام, والمال الذي اكتسبته من المال الحرام الأولى أنت المناسب أن تجعله في أمور ممتهنة يعني كبناء الحمامات للمساجد أو غيرها, وكذلك سفلة الطرق وغير ذلك. يقول القول بالكراهة في أوقات النهي أو التحريم, ألا يحمل الكراهة على الوقت الموسع والتحريم على الوقت المضيق؟ والذي يبدو أنه لا فرق بينهما, كل منهما وإن كان ذاك أهم وأعظم, إلا أن هذا أيضا كذلك يعني يكون الحكم واحد وهو التحريم, وفي ذلك خلاف بين العلم, منهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة. يقول هل صلاة سنة الوضوء على ما ذكره بلال ما توضأت في ليل أو في ساعة من ليل أو النهار إلا صليت ركعتين, يفهم منها أن كذلك من من أو ذوات الأسباب؟ نعم, وذوات الأسباب فيها خلاف أيضا, هل تصلى أو لا تصلى, اللي هي قضية تحية المسجد مثل سنة الوضوء, وأما الأسباب التي هي يعني طارئة يعني كالجنازة والكسوف يعني فهذه تصلى بلا إشكال وبلا خلاف. يقول إذا مات الصبي المولود بعد يومين من ولادته, هل على الوالد عقيقة وأن يسميه؟ العقيقة عليه أن يعمل له عقيقة, والتسمية يعني ليست بلازمة. يقول ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن الصحابة أنهم كانوا يحافظون على هاتين الركعتين, وذكر منهم علي وأم سلمة وعائشة, بل ذكر ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يمكن ما بلغهم ما جاء عنهم سلمة.
يقول عندنا في مساجدنا في بلاد أندونيسيا صناديق للصدقة، ما رأيكم بهذا العمل؟ إذا كان الجهة قائمة عليها مأمونة وأن يعني تصرفها في مصارفها لا بأس بذلك. يا شيخ لا بأس بذلك، يعني من يتصدق يضع في هذا الصندوق يتصدق، يعني إذا كان للمسجد أو لغيره يعني لا بأس بذلك. يقول هذه امرأة أجريت لها عملية فلم تصلي لمدة 3 أيام لأنها لا تقوى على الحراك، فكيف تفعل الآن وهي الآن على السرير لا تستطيع التوجه إلى القبلة كما تشاء، كيف تعمل؟ يعني يوجهونها، لا تتوجه يوجهونها، يوجهها أهلها أو المسؤول عنها، وكان عليها ما دامت أنها صاحية فإنها بالإشارة، ولكن عليها أنها يعني أنها تقضي هذه الصلوات، ولو لم توجه إلى القبلة وليس عندها أحد فإنها صلي على حسب حالها، لكن ما دام عندها أحد هم يوجهونها إلى القبلة. يقول هل يعد من أسباب نوم بلال رضي الله عنه أنه لم يستثني فقال أنا أوقظكم ولم يقل إن شاء الله؟ ما ندري هو قال إن شاء الله ولا ما قالها، يعني كونها تنفى وأنه ما قالها يعني ما يدرى، لكن الذي السبب هو نفسه، يعني يقول أنه يعني نومة ما يعني ما حصل لي مثلها، يعني معناه أنه تلذذ بها النوم وأنه يعني بسبب التعب والنصب يعني وجد يعني أنه يعني راحة تامة في هذه النومة. يقول شخص مسلم له عمال نصارى وهم يستأذنون منه لأعيادهم، وأنتم تعلمون ما يفعل فيها من شرب الخمر ونحو ذلك، فهل يجوز أن يأذن لهم؟ إذا كان عدم إذنه يعني يبقيهم لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، ولكن قبل هذا يستأجر المسلمين بدل ما يستأجر النصارى، الذي ينبغي له أن يستأجر المسلمين وأن يعمل عنده مسلمون. هذا يقول أنا حجيت في هذه السنة أنا وزوجتي وكانت تلبس النقاب، فما الحكم الآن؟ النقاب إذا كان المقصود به الخمار حيث تغطي وجهها عن الرجال فهذا هو الواجب عليها، وإن كان المقصود به يعني البرقع أو الشيء الذي مفصل ومخيوط مخيط على هيئة الوجه هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تعمل فدية عن يعني إذا كانت جاهلة لا يؤثر عليها شيء، ليس عليها شيء، وإن كانت متعمدة وتعرف أن الحكم أنه غير جائز وأنه لا يجوز هذا فإنها تعمل فدية، وهي مخيرة بين 3 أشياء: إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، أو صيام 3 أيام. يقول أحسن الله إليكم هل لأهل السنة قولان في مسألة العذر بالجهل؟ إيش؟ هل لأهل السنة قولان في مسألة العذر بالجهل؟ العذر بالجهل فيه تفصيل، فيه شيء يعذر فيه بالجهل وشيء ما يعذر فيه بالجهل، لا يقال أن كل شيء يعذر فيه بالجهل، هناك أشياء لا تقبل العذر بالجهل، إنسان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا أجاهل يعني يعذر، كيف يعني هذا فيه إشكال أن الله لا يسب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسب، يعني الـ ليس كل شيء يعني يكون فيه عذر بالجهل، في شيء لا يعذر فيه بالجهل كمسألة السب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ألا يكون كذلك بالنظر إلى الفاعل، يعني يفرق بين إنسان حديث عهد بإسلام وكذلك يعني من يكون حديث عهد بالإسلام غير من يكون متقدم في الإسلام وعارف أحكام الإسلام. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.